وينضم إلينا من الخرطوم رئيس حزب المؤتمر السوداني السيد عمر دجير. سيد عمر، أهلا بك معنا. يعني كما ذكر زميلنا من الخرطوم، الهدنة الخامسة والاشتباكات ما زالت دائرة. هل وسط كل ما يجري والاتهامات المتبادلة من الطرفين هناك ترى فرصة للتهدئة الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا، التحية لك ولكل المتابعين. أنا أعتقد أنه طبعا مجرد قبول الطرفين بالهدنة هو نفسه هو خطوة إيجابية رغم الخروقات التي حدثت. والهدنة طبعا هذه الهدنة الأخيرة ستنتهي منتصف الليلة، ولكن هناك اتصالات، ساهمنا في اتصالات عديدة عبر المبادرة الأمريكية السعودية والآلية الثلاثية، ووافق الطرفان على تجديد الهدنة. الدعم السريع أعلن أنه ملتزم بهدنة منذ منتصف هذه الليلة، وينتظر أن تعلن القوات المسلحة نفس الموقف. يعني فرغم أنه الفروق عديدة، لكن أعتقد أنه نسبيا الوضع أهدأ من ذي قبل. طيب، دعنا نتحدث عن المشكلات الحادثة الآن وهذه الاشتباكات. البعض يتخوف من أنها ستزيد من حدة الصراعات القبلية. الكل يعلم أنه السودان له طبيعة ديموغرافية خاصة، ولا تكاد الأمور تهدأ حتى تشتعل مرة أخرى في نواحي وولايات السودان. ما مدى تخوفكم من هذا الأمر، وما منظوركم كأحزاب سياسية لوضع كهذا؟ وطبعا بالنظر إلى حالة الهشاشة التي يعيش السودان في كل جانب واقعه، فإن استمرار النزاع المسلح ده يهدد فعلا بانزلاق البلد إلى حرب إثنية، حرب أهلية، مواجهات إثنية وفوضى شائلة. لذلك أعتقد من الطبيعي أن ينحاز الضمير الإنساني والموقف الوطني الصحيح للوقف الفوري لهذه الحرب، هذه الحرب الزميمة، والعود إلى حسم القضايا والخلافات والتباينات عبر المسار السياسي السلمي. حقيقة استمرار هذه الحرب يشكل خطورة على مستقبل السودان وعلى كيان الموحد كدولة، ولذلك الأولوية عندنا أن نبذل الوسع وما فوق الوسع لوقف هذه الحرب فورا بلا تأخير، خصوصا الوضع الإنساني. سيدة دجير، لأنه حتى يعني وقت قريب جدا لم تكن أي من المنظمات الدولية الإنسانية قادرة على العمل في ظل الظروف العسكرية أو القصف الممتد في كل أرجاء البلاد، وبالتالي هذا الأمر ربما عقد وأدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية أيضا، أليس كذلك؟ فعلا الأوضاع الإنسانية في غاية السوء، كثير من المواطنين بالإضافة لشبح الموت الذي يحوم فوق رؤوسهم بسبب تطاير الرصاص واللهب يعانون شح الماء والغذاء وتدني كفاءة المستشفيات، بل النظام الصحي برمته أصبح على شفير الانهيار. هناك أيضا تدهور مريع في صحة البيئة، حتى دفن الموتى أصبح أمرا بالغ الصعوبة بسبب القتال الدائر. وبالتالي أعيد وأكرر أن الأولوية هي اتفاق عاجل يتم بموجبه سحب الوجود العسكري من الأحياء السكنية والمرافق العامة، سواء كانت مستشفيات أو مرافق خدمات أو غيرها من المرافق العامة، وكذلك وقف القصف الجوي وتثبيت وقف إطلاق النار، ومن ثم العودة لحسم قضايا النزاع عبر المسار السياسي السلمي. طيب، أنتم كأحزاب سياسية سيد الدجير، يعني هل هناك مواقف مع أي من الأطراف المتحاربة ضد طرف آخر، وهل يتم التواصل مع أطراف الأزمة لاحتواء الموقف ولوقف إطلاق النار ولتهدئة الأمور؟ بطبيعة الحال نحن لسنا محايدون، نحن منحازون لسلامة شعبنا وأمنه وأمانه وحقه في الحرية والاستقرار وكل شروط الوجود الكريم. وبالتالي موقفنا المبدئي هو ضد الحرب، لأنها تعني فقدان كل هذا، فقدان الأرواح، تعني النزوح والتهجير والكارثة الإنسانية الحالية. وبالتالي واجبنا أن نسعى لإيقاف هذه الحرب. والحقيقة نحن سعينا لهذا لأنه كان في مقدمات لهذه الحرب، ويشهد الجميع أننا بذلنا كل ما في وسعنا من أجل لئلا تطلق الرصاصة الأولى، ولكن الأيدي الآثمة هي التي فعلت ذلك. نحن الآن في تواصل مستمر مع الأطراف كلها، مع القوى الصديقة المحبة للسلام واللي عايزة السلام في السودان، من أجل وضع حد لهذه الحرب. وأتمنى أن توفق الجهود خلال الساعات القليلة القادمة
بتثبيت وقف دائم لإطلاق النار يعقب يعني اللواء بالمسار السياسي السلمي الذي ينخرط فيه المدنيون والعسكريون من أجل يعني حسم كل التباينات والخلافات وعودة الانتقال أو العودة إلى المسار التحول المدني الديمقراطي. التعويل الآن هو على ربما النجاح الوساطة السعودية الأمريكية والوساطات الأخرى الرباعية الدولية في جمع الطرفين المتحاربين على طاولة مفاوضات في أي من الأماكن المقترحة من أجل حل الأزمة بشكل كامل. كيف ترون هذه الجهود، وبرأيكم هل من الممكن أن يتم هذا الأمر الآن؟ أعتقد أن المبادرة الأمريكية السعودية تمضي بصورة جيدة في ظل صعات إيجابي من الطرفين، وهي مرحلتها الأولى نجحت في أول شيء تمديد الهدنة والتي سنتهي اليوم، أيضا نجحت في خلق قناة تواصل بين الطرفين، أسفرت أيضا عن توافق لتمديد الهدنة التي تنتهي هذه الليلة، وأسفرت عن موافقة الطرفين لعقد اجتماع مباشر في طاولة مفاوضات مباشرة في مكان خارج السودان، وكل طرف قام بتسمية ممثله، ومن المتوقع أن يلتئم هذا الاجتماع في تقديري خلال 48 ساعة. قرض الأساسي هو الاتفاق على تصور شامل لوقف إطلاق النار وإسكات الفنادق، وزي ما قلت إخلاء الأحياء السكنية والمرافق العامة من الوجود العسكري ووقف القصف الجوي، ومن ثم تكون هناك جولة ثالثة تبحث فيها القضايا السياسية بمشاركة المدنيين لنضع الأمور في نصابها الصحيح بما يسكت البنات بعيدنا إلى المسار السياسي السلمي عشان نحسم قضايانا عبو. شكرا جزيلا لك من الخرطوم رئيس حزب المؤتمر السوداني السيد عمر الدقير.